ونبقى معكم إذا مشاهدينا من الباحة، فبرعاية أمير منطقة الباحة تم توقيع عقد مذكرة شراكة بين جمعية إكرام للمسنين وجمعية رعاية مرضى روماتيزم وصحة الباحة لتبديل 100 مفصل لكبار السن المرضى المصابين بهشاشة العظام وروماتيزم وغيرهم أيضا في مستشفيات الصحة في الباحة. نتحدث عن هذه الاتفاقية بين الجمعيتين مع مراسل الإخبارية من الباحة مسفر آل الطيل. أهلا بك مسفر، مساء الخير. إذا ماذا لديك فيما يتعلق بهذه الاتفاقية؟ اهلا وسهلا احمد، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين لقناه الاخباريه ولنشره النهار. نعم، برعايه سمو امير منطقه الباحه الامير الدكتور حسام بن سعود تم توقيع عقد شراكه بين الجمعيه الخيريه للاكرام للمسنين وجمعيه الروماتيزيوم الخيريه وصحه الباحه لتقديم هذه الخدمات لما يقارب 100 مسن المستفيدين من هذه الخدمه. وللحديث اكثر عن تفاصيل هذه الشراكة ينضم إلينا رئيس جمعية إكرام المسنين الأستاذ عبد الرحمن أبو رياح. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، ورحب بك معنا عبر قناة الإخبارية، وبدي أن تحدثنا عن هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم برعاية سمو أمير منطقة الباحة. أهلا وسهلا، دعني بداية أخي مسفر أقول أنا المدير التنفيذي لجمعية إكرام المسنين. بالتأكيد طبعا هذه المبادرة مبادرة من ضمن مبادرات جمعية إكرام المسنين والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم بالتعاون مع المدير العام للشؤون الصحية، تبديل 100 مفصل لكبار السن من المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام ويعانون أيضا من مرض الروماتيزم. طبعا لا شك أن هذه مبادرة من المبادرات القيمة التي تنفذها الجمعية الخيرية لإكرام المسنين بالتعاون مع الجهات الأخرى. سمو أمير منطقة الباحة رعى أمس عقد توقيع المذكرة، وطبعا بحضور سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الروماتيزم من الرياض الدكتور محمد عمير حضر إلى منطقة الباحة، إضافة إلى سعادتنا رئيس مجلس إدارة إكرام الأستاذ حاتم الصافي، نيابة عن رئيس مجلس إدارة الدكتور سعيد المرطان، ومدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الأستاذ الدكتور سمير شرعني. إن شاء الله سنبدأ قريبا إن شاء الله بتنفيذ أول 10 مفاصل لكبار السن من المحتاجين لهذه المفاصل. هذه مبادرات تخدم المجتمع، تنفذها القطاع الثالث، وبالتأكيد أنها تسعى إلى تطبيق مفهوم جودة الحياة والذي هو من ضمن رؤية المملكة 2030، وتعتبر مبادرة قيمة جدا. هناك كثير من كبار السن المرضى الذين على قائمة الانتظار من فترات طويلة جدا يحتاجون إلى تبديل هذه المفاصل، الآن ستتوفر بإذن الله في منطقة الباحة وستكون إن شاء الله نقطة تحول لهم في حياتهم. أستاذ عبد الرحمن أبو ريح المدير التنفيذي لجمعية إكرام المسنين، شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك ولجميع المشاهدين السادة المشاهدين. شكرا. نعم زميلي، إذن هذا هو حديث المدير التنفيذي لجمعية إكرام. ستكون بداية المرحلة بعشر مرضى إلى ما يقارب 100 مريض من مرضى هشاشة العظام والروماتيزم بإذن الله. يعطيك العافية مسفر الطيل مراسل الإخبارية من الباحة، شكرا.